الله ونادي به شابير هدي. نخلد اليوم بمشاهد الاعتزاز الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد. إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات قوية تجسد عمق عهود الولاء والوفاء المتبادلة بيننا وروابط البيعة التي تجمعك بخديمك الأول والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا. كما جعلنا منها مناسبة سنوية لإجراء وقفة المعدات حول العاصمة العمرية للمجازات وما يواجهه من تحديات. وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لكل القوى الحية للأمة وجميع الفاعلين على وقوفهم إلى جانبي في المجهود الجماعي من أجل خدمة المواطن، كما أقدر مساهمتهم في تعزيز بكالة المغرب والثقة التي يحظى بها خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بعض المنطقة. غير أنني لا أريد أن أتكلم هنا عن المنجزات ولا أهتم بالحصيلة والأرقام فقط، لأن كل ما تم إنجازه على أهميته يبقى غير كاف لبلادنا ما دامت هناك فئة تعاني من ظروف حياة قاسية وتشعر بأنها مهمشة رغم كل جهود المبذولة. ورغم أن هذه الفئة في تنقص مستمر، فإنني حريص على أن يستفيد جميع المواطنين من خيرة الوطن. وكما عدتكم سأواصل الأمل إلى آخر رمق من أجل بلوغ هذه الغاية، فطموحنا من أجل إسعاد شعبنا ليس له حدود. فكل ما تعيشونه يهمني، ما يصيبكم يمسني، وما يسركم يسعدني، وما يشغلكم أدعوه دائما في مقدمة شرعيتي. ومن هذا المنطلق لا بد من إجراء وقفة للتوصل إلى حلول جديدة كفيلة بجعل هذه الفئة تلحق بالركض وتندمج بالحياة الوطنية. لذا جعلنا من صيانة كرامة المواطن الهدف من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والمبادرات التنموية. فإقامة المؤسسات على أهميتها ليست غاية في حد ذاتها، كما أن النمو الاقتصادي لن يكون له أي معنى إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين. ورغم التطور الذي حققته بلادنا، فإن ما يحز في نفسي تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمهجورة، وخاصة بكرة الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والشافة والواحات وبعض القرى في السهول والسواحل. إننا ندرك حجم الخصاص المتراكم منذ العهود بهذه المناطق رغم كل المبادرات والمجهودات. إذا أهدنا الله وتحملنا أمانة قيادتك شعبي العزيز أن لا ندخر أي جهد من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق والتخفيف من معاناتهم. ولهذه الغاية وتأكيدا للمبادرات التي سبق إطلاقها، قررنا تكليف وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات الترابية للقيام بدراسات ميدانية ولضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطبي. فإننا ندعو الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الميزانية والمؤسسات المعنية لتوفير وسائل تمويل المشاريع وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها. ويمكن إدماج هذه المشاريع ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي إطار البرامج المقبلة للمشاريع الجهوية والمحلية لما أصبحت تتوفر عليه من موارد هامة واختصاصات واسعة. فالجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة حسب خصوصياتها ومواردها وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها والصعوبات التنموية التي تواجهها. والجهة
يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن. شعبي العزيز، إن العناية بأوضاع مواطنينا لا تقتصر فقط على سكان العالم القروي والمناطق الصعبة والبعيدة، وإنما تشمل أيضا النهوض بالمناطق الهامشية والأحياء العشوائية بضواحي المدن. لذا ركزنا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على التصدي لمظاهر العجز الاجتماعي بها، كما وجهنا الحكومة لإعطاء المزيد من الأهمية للسياسات الاجتماعية، غير أن اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج وتوطيد تمسكهم بهويتهم وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم. لقد وقفت خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة. وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط، بل إن عدد منهم يشتكون أيضا من مجموعة من المشاكل في معاملتهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج. فبعض القناصلة وليس الأغلبية ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة. وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الأجال أو بعض العراقيل الإدارية. وهنا نثير انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات. فمن جهة يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم. ومن جهة أخرى يجب الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج، غير أن مشاعر الخبز تزداد لديهم عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة وطريقة التعامل معهم، وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية. فإذا لم يتمكنوا من قضاء أراضيهم، فإنه يجب على الأقل حسن استقبالهم ومعاملتهم بأدب واحترام. وعلى سبيل المثال، فإنهم يعانون من البطء في تسجيل الأسماء بالحالة المدنية وفي تصحيح الأخطاء، مع ما يقتضي الأمر من وقت وتكاليف مالية. وفيما يتعلق باختيار الأسماء أيضا، فإن اللجنة العليا للحالة المدنية مطالبة بالاجتهاد لإيجاد حلول معقولة للحالات التي تعرض عليها في إطار من المرونة والتفاوت، كما يجب وضع حد للضغوط التي يخضعون لها أحيانا لفرض بعض الأسماء عليهم. وفيما يخص التضامن، فإن المغرب يتم توجها دبلوماسي استراتيجي يهدف إلى تصديق التعاون جنوب فعال، خاصة مع الدول الإفريقية الشقيقة. وقد مكنتنا الزيارات التي قمنا بها لعدد من بلدان القارة من تطوير نموذج للتعاون الاقتصادي يقوم على تحقيق النفع المتبادل وعلى النهوض بأوضاع المواطن الإفريقي، ووفاء لانتمائها العربي والإسلامي. فقد انخرطت المملكة في التحالفات العربية لمكافحة الإرهاب من أجل إعادة الشرعية باليمن، التي دعا إليها أخونا الأعز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وعبد العزيز آل سعود، وكذا دعم أشقائنا وشركائنا الاستراتيجيين العرب. وفي هذا السياق نؤكد على أهمية إيجاد حلول للأوضاع لكل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا على أساس الحوار وإشراك كل مكونات شعوبها
واحترام سيادتها ووحدة ترابها، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال احتضان مفاوضات التدخيلات لحل الأزمة الليبية. ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية بفعل تنامي إصابة التطرف الإرهابي، فإن القضية الفلسطينية تظل هي جوهر السلام بمنطقة الشرق الأوسط. وهنا نؤكد بصفتنا ملك المغرب ورئيس لجنة القدس، تأمل الوصول لأشقائنا الفلسطينيين قيادة وشعبا من أجل استرجاع حقوقهم المشروع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أما المصداقية في عملنا الدبلوماسي فتجسد علاقات الشراكة التي تجمع بلادنا ببعض من التجمعات والدول الصديقة، وفي إطار خيراته في فضائه ومتوسطه يوصل المغرب العمل على تطوير الشراكات التي تجمعه بدول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد نحرص على تعزيز الشراكة الاستثنائية مع فرنسا بتعاون مع فخامة الرئيس فرانسوا أولاند، كما نعمل على استثمار روابط الصداقة مع جلالة الملك فيليب السادس لتوطيد علاقات التعاون وحسن الجوار مع إسبانيا. فضلا من التزامنا بتطوير علاقات التعاون المثمر مع باقي الدول الأوروبية، وباعتباره شريكا استراتيجيا لأوروبا، فإن المغرب يطالب بإقامة شراكة متوازنة ومنصفة تتجاوز المصالح الطرفية الضيقة، كما نحرص على تطوير شراكتنا الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمبنية على القيم والمبادئ التي يتقاسم شعبان الصديقان. انصر ملكنا، اللهم انصر ملكنا، اللهم انصره نصرا مؤزرا. نسأل الله عز وجل ان تشد ازره بولي عهده، نسأل الله عز وجل ان تشد ازره بولي عهده يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. لذلك نسأل الله عز وجل ان تحفظ اخواننا من كل سوء، اللهم احفظ اخواننا من كل سوء، نسأل الله عز وجل ان تعينهم يا ارحم الراحمين، اللهم رب اعنهم على ما في صلاح البلاد والعباد يا ارحم الراحمين، اللهم رب هيئ لهم ما يعينهم على ما في صلاح البلاد والعباد، نسأل الله عز وجل ان تفرق هذا جمعيه من المكروه. Thank you.
ديالنا.